نيجي لحرف الهاء. حرف الهاء بنقول عليها الحركة رقم 3 اللي هي تبتدي بالتاج البسيط ده ومقاسها 3 نقاط، 1 2 3، ثم الحركة التي تليها حركة موجية كده بسيطة، ثم نزيد عليها حرف الفاء تبقى الهاء. اتجاه الحركة زي ما احنا شايفين، 1 2، ثم حركة الفاء 3. فيها وسطية، الحركة الأولى 1 ثم 2، هاء بشكل آخر وسطية أيضا، أو بهذه الحركة أيضا لام هاء مثلا، والهاء المنتهية أو التاء المربوطة، كأننا بنعمل حرف الدال كده، حس إن هنا نقطة وبنقفلها بسن القلم كده. فيها منتهية بالشكل هذا، أو بالشكل هذا. لو حاولنا نعملها بشكل أكبر، هذه الحركة الأولى، دي 3 نقاط، ثم الحركة الثانية، حركة موجية، ثم رسم حرف الفاء ثلاث نقاط هنا كأنها نقطة، شكل رباعي إلى حد كبير. هنيجي لحرف العين، ودي حاجة مهمة جدا، هنرسمه مكبر، نرسم حاجبين بالشكل ده، ثم العين المفرد، ده نقطتين. هو عين ألف مد، هذا هو الحجب، نرسمه الحركة الثانية،
الحاجة ده نقطتين يبقى دي الحركة رقم واحد ودي الحركة رقم اتنين وهنا الحركة رقم ثلاثة. لو فرض عايزين نعمل عين وسطية يبقى دي حركة واحد ثم اتنين ممكن حركة عين منتهية